رح نبلش معك يا ريام. انت وشريكك عندكم اصحاب مشتركين، وعن غير قصده حطك بموقف كتير بشع قدامهم، ورجوليته ما خلته يتراجع عن اللي عمله. اوكي، شو بتعمل؟ هو المفروض يرجع ينحكى بالموضوع على جنب بيني وبينه. اذا كان هيدا الشيء عن قصد بلا سبب، بتكون قلة احترام، ساعتها ممكن يكون في بريك. بينما اذا كان في عنده مبرر او لحظة حس فيها اذا ما عطى رياكشن معينة حيصير في بالنسبة له احراج، ممكن مرق له اياها. ما بتقتشيله اياها، بتروحي بريك. بريك يعني انت عندك اياها اوبشن بالعلاقة هيدا. اكيد، لان شباب فيكم تغلطوا مرة. شو محمد؟ حسب الموقف، اذا كان واصل لمرحلة من التعصيب ممكن ما اعتذر. معقول تحطها بموقف محرج اصلا؟ اكيد لا ريام، لا. نور، سؤالي إليك، إذا شريكك عنده أخته كتير مقربة منه وبلشت هي تعمل قصص بحالة لأنه غيرانة منك، عم بتصير تقلدك وبتتهمك أنه أنت عم بتقلديها وخدلك بقى، وهو رح يوقف معها، شو بتعملي بهالحالة؟ عم خليك معه من الآخر؟ آه، إذا بده في فرق بين بينه وبين أخته، لا يضل مع أخته. أعطيتك إياها من الآخر يعني نور، خلص. شو يحيى؟ لازم يكون في يعني بالانس، يعني هيدا الشيء وهيدا الشيء. اكيد اللي بتعمله اختي غير اللي بتعمله مثلا صاحبتي او رفيقتي، لهيك بتحلها بتسيطر. اكيد رنا، اذا انت كنت بعلاقه وشريكك كان ناشط كثير على السوشيال ميديا، يعني ما في برايفسي، كيف تتصرفي بالموضوع؟ يعني حسب شو نوع شغله، اذا كان كوتش اوكي، بس اذا كان بلا سبب وهيك انه ما بحبها اكيد. لا، بحب حاله كثير. معقولة اتقبلها، بس ما كتير بحب يعني الفكرة. بتسكري له الاكونت السوشيال ميديا تبعه، بتقولي له ممنوع انت تعمل هاي السوشيال ميديا؟ بترك له حرية لإله يعني، بس بقول له هيدا البوينت ما كتير بحب اشتغل عليها. مازن، بتوقف تنزل هيك قصص اذا شريكتك بتغار على الشغلة؟ هلا اذا هي بتغار على هيدي الشغلة، لا بنزل، وبنفس الوقت بستعمل انا السوشيال ميديا للبزنس، للشغل احلى. طيب اذا العكس صار، اذا شريكتك سكسية مثل ما كنا عم نحكي من شوي هلا، وطالع لايف وعم تحكي مع الاودينس تبعها، هلا لالي شخصيا لا ما بتقبل انا. اوكي، بس كهي كبنت مستحيل. ليه انت بحق لك هي؟ لا هي لان بنت، دائما الشباب نظره للبنت بالسوشيال ميديا او بهذه الاشياء نظره كتير غريبه، يعني شريكه حياتي ما بقبلها تكون هي على السوشيال ميديا. فهمت عليك. بس رانيا، مثل ما انت زلمه هي مره او في مساوات هون، ما هي مره وانت زلمه، ما فيك تقول لانه انا الزلمه، ما هي مرة كمان بحق لها عندها. أنا هيك عقلية، هيك راسي. رانيا، إذا تزوجتي شخص يلي بتحبيه وفجأة لا سمح الله صرتوا ببيت واحد، عمل حادث، صار عنده إعاقة معينة، بطل قادر يتحرك، يقبر قلبي، كيف تتصرفي؟ أكيد بعطيه حنية وعاطفة وبعطيه معنويات، هاي أهم شيء، وقف جنبه، تهتمي فيه لو شو ما صار. زقفة لرانيا. ريام، إذا فجأة تغيرت معاملة شريك إليك وشكيت إنه من وراء هالغيرة في حدا تاني بحياته، بس هو مجرد إحساس وشك، يعني ما عندك شيء تلقطيه؟ هلا إذا ما عندي دليل بتحول لبحث وتحري أكيد، بس بنفس الوقت إذا حسيت وتأكدت ولقيت دليل، إذا كان هيدا الشخص بطل في حب بيني وبينه، بتركه بلا ما أقول له شو السبب، تبقى قوية أكتر. أخ، وجعني قلبي على الخطية. بحس فيه ناقص فيه، بصير بينشغل باله وبيفكر، بحس انه هو ناقص، في شيء غلط فيه، ساعتها ممكن يترك صاحبته الثانية. اخ، شو بتعطيه تشانس يعني يا محلى الحية تبع نور. ورا البراءة في اشياء كثير. انت ليك عيونك غاطين فيها لريام، طول بالك علينا محمد، هديها يا محمد. ورا البراءة في اشياء كثير. بعد الحلقة بتروح. حسين، اذا انت شكيت بالبنت اللي معك، ايه كيف تتصرف؟ يعني بترك لحتى القط الدليل، يعني ما بعقل لحين، لا بعيط، لا بعمل ولا بعمل شيء. منك مرتاح يعني، في شيء تغير فيها؟ ماني مرتاح خلص، يعني بترك كل شيء عم فكر فيه وبس بفكر بهالموضوع. بصير بحث وتحري. بس كمان ايه، بحث وتحري، بس اكيد ما بخليها تحس باي شيء. اكيد نهائية. ما هو بحث وتحري، ما لازم تشوفي. شكله حسين عنده خبره بالموضوع. ايه، قد ما بدك خبره. ايه، زقفه لحسين بكل شيء. نور، إذا أنت ظاهرة أنت وشريكك المستقبلي على الجبل عم بتقضوا ويك إند مع أصحابه، هو توصلي بتشوفي إنه إكس هونيك، ما بقبل فوت. ما بتقبلي بأي طريقة؟ بتكبي سطل المي عليها مثلا أو لا، يا أنا يا هي بالمطرح أكيد، لأن ما حكون متقبلة وجودها، يا أنا يا هي بالمطرح. بس هو بحبك لإلك.
خلينا نقول انا وياه من هو ما عارف انه اكس هونيك بالجبل وإذا هي رفيقتهم ايه ما لانه هيك لو ما انه عارف اوكي وصل وشافها فما ما لازم نكون انا بختلف مع نور هلا بما انه احنا تاركين وما بعرف انه هي بالجبل معنا او وات ايفر وين انا كيف تتصرف بلحظتها انا هلا اكيد حكون انا مع صاحبتي اللي هي معي لا بس بلحظتها يعني هي منا قادره تقضي الويك اند هي عارفه اوكي اذا حتقضي الويك اند معي فينا انه حتقدر اوكي ما حتقدر اكيد انا حارجع يعني لانه ما معقول انا اكون مرتاح هلا هي ما حتكون مرتاحه اكيد بس انه انا حكون مش ذنبي انا خيي ما بتعرف بركي اذا مثلا نور علقت انت وياها بتروح الاكس موجوده عندك هل مزبوط هالشيء المعقول يصير وانا حدا دغري بعصب يعني اي شيء دغري بنفر عندك بلان بي هون رنا من بعد ما انت ارتبطتي سنه مع شريكك اجى عم بعرفك على امه بس امه عم بتحسسك انه مش طايقه وجودك وعم بتفهمك انه بدها تجوزه لبنت خيها اكيد ما بترك له مجال اذا كنت انا وياه كثير متفاهمين ومنحب بعض لا انا ولا هو انه تتدخل هي او تدخل اي حدا بيناتنا بس اذا ما كان في اتفاقيه بالعلاقه وما كانت هيديك العلاقه القويه والروابط القويه بيناتنا بس اذا ما في اتفاقيه بينك وبينه مش هيوصل لمرحله ياخذك يعرفك على اهله ما بحب انا الشاب اللي بيندار مثلا انه خلص بتحبني لإلي اوكي بس اذا ندرت وبحسك انه اوكي بدك تندار من اول طريق انا كمان بستغني عنك يعني ما بتجربي يعني تتقربي من امه لو هي هلا بجرب اتقرب من امه بس اذا لقيت هو استغنى عني مثلا وعم بفكر بالموضوع ما بجرب بفوت لانه بحبه هو كمان متمسك فيه يكون لازم اذا صار هيدا الموقف خيي ايه هلا البنت اللي بدها تحبني هي قبل ما تحبني اكيد دغري حتحكي مع امي تحب امي قبل ما تحبني لالي هيدي الحب الحياه دائما اذا امك هي يلي عم بتلبط فيها ضل لانها بتحبني رح تستحمل وتقول لي كرمالك انه يا مازن وهيك رح تتحمل كثير لانه بتحبني فرح تتحمل كل شيء كرمالي طب اذا انت رحت لبيت اهلها اوكي وبي حسسها انه ما بده اياك ناخذها خطيفه اكيد رانيا بعد حب سنين علاقه طويله قبل الزواج بيجي لعندك بيقول لك انه انا مشاعري لك تغيرت صرت حبك مثل اختي يا حياتي ماني قادر بقى اكون بعلاقه انه انت البست فريند تبعي برتاح لك كثير ومثل اختي كل هالسنين مثل اختك ايه هيدا مثل ما بيقول المثل مثل خيي واعز عن الفرش ما بينعز الله يا على الفرشة يا لز حسين عم بيضحك شكلها صايرة معه صايرة معه لا مش صايرة لا في الحسين مش صايرة معه بس شو عم بيضحكك بدنا نعرف كلنا اللي عم بيضحكني انه انت عم تقول انه قال بعد كل هالمدة قال خلينا اخوه ما بقى طب واتخذ الفرش الاولاد اللي بيناتنا وين انه خبركم شغلة انتو اقوى خرطوشة عندكم تجوا تقولوا لشاب انا بحبك مثل خيي ومثل رفيقي وبتكبونا بزبالة فثانك يو ثانك يو انا هيدا اهين شيء فيكم تقولوه ومشاهدينا كمان بيوافقونا على هذا الرأي 100% والشباب كمان ايه اكيد ريام انت تزوجتي وصرتوا عايشين تحت سقف واحد وكل الاخبار يلي هو كان عم بيخبرك اياها عن حاله وهو كيف بيتصرف وكل شيء طلعوا كذب يعني معيش كان بالكذبه بالوهم هلا اذا هو بالاصل هيك طبع صعب يتغير فانا بفضل انه انا بطل كفي تما كذب على حالي وسنين الحب يلي عشتيها معه بتروح دعان يعني مثل ما هو كذب علي بعتبرها هالسنين كذبه بتوفق بحدا احسن زي فيلا ريام يحيى يا في حال صارت معك هيدا الشغلة زوجت وطلعت واحدة تانية هلا هيدي النقطة اللي بدي اقلك اياها انا انه بحس صعب انا مثلا اختار بنت واتجوزها وما اعرف ماضية شو او اعرف طبعة او اعرف كل شيء عنها لهيك بحس انه صعب تتغير البنت بيوم وليلة او فجأة يعني ما معقول انا مثلا كون بعلاقة مع وحدة سنة او اثنين وبعدين اتجوز وارتبط مثلا انا وياها ولاقيها تتغير ثاني يوم بس وقت اثنين يصيروا يعيشوا بنفس البيت في كثير قصص فيك هلا حتتغير اكيد بس ما بحس انه حيكون في فروقات كثير هلا اذا صارت ووصلنا لمرحله انه ما حنقدر نكفي خلص بس بضلك مسيطر هلا اكيد سؤالي الاخير هلا هيدا نساله لرانيا رانيا في حال كان شغل الشريك بحطه بتواصل مباشر جسديا مع النسوان زي هو كوافير هو ما بيلبس محبس ما بحب صغير على اصبعه مش عم بيقدر يعطي باصبعه مزبوط وعم بيقصب هالمقص بيفكروا عزابه كل هالصبايا وبيشكوا عليه هلا يشكوا هن مهم هو ما يشك
ثقة. صبايا هلا سمعناكم وركبوا الفايبز وعرفنا كيف بتفكروا، بعضهم الشباب بنقطة قوة هلا بدهم يحطوا لكم علامات على حسب انتم شو جاوبتوا هلا، ورح نشوف كلنا سوا هلا مين تاني لوزر ان لاف الليلة. زقفة الاثنين. رح نبلش هلا بالعلامات مع ريام. مازن علامتك لريام كثير منيح، يحيى كمان كثير منيح، حسين ما بعرف ليه، محمد كمان كثير منيح. مش ستيلك خيي ما بعرف، هلا بتفسر لنا بعدين. نور مازن اوكي، يحيى كثير منيح، حسين الله، محمد تاتو جابت شغله. يلا هلا علامات لرنا، مازن يحيى ستة، حسين أربعة، ومحمد أربعة. رانيا مازن كثير منيح، يحيى كثير منيح، هات نشوف حسين إذا بيركب الكومبو هلا معنا. عم ينزل وعم يرجع يطلع. طيب خلينا نشوف هلا العلامات على الشاشة سوا تنعرف مين تاني لوزر إن لاف قلنا الليلة. ريام 32، نور 28، رنا 19 نقطة، رانيا 23 نقطة، وهيك رنا بتكوني أنت تاني لوزر إن لاف. تفضلي لعندي بليز، كلمتك الأخيرة للشباب. نايس تو ميت يو، جود لوك شباب. ثانك يو إلي. ثانك يو. مشاهدينا بريك وبنرجع لأنه رح طولع ما حدا يفل. حبيت الاكسبيرينس بس من يعني الشباب كلهم مهضومين، وحبيت انه اتسليت كثير بالتجربه وتعرفت على ناس جديده، بس ما لقيت حد مع حالي مع حدا من الشباب. يعني يمكن اللي طلعني بهيدا المرحله انه التفكير كثير بعيد، ما حسيت كثير تقارب تفكير بيني وبينه.